السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا الفيديو لهذا اليوم هذا وانكم تكونوا ناشطين ماشطين فرحانين هما هادوك. شكرا لكم بزاف 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 اولا وقبل كل شيء على التعليقات ديالكم الجميله في الفيديو السابق لوصول الدرع. الحمد لله يا ربي، شكرا لكم على الدعوات وشكرا لكم على الحب ديالكم اللي بطبيعه الحال ما كيتباع ما كيتشرى، حبكم على راسي وعيني كنحمق عليكم. المهم اكيد ومؤكد من بعد المرض اللي دزت منه، من بعد بزاف ديال الامور اللي دزت منهم، الاغلبيه الاخوات كيصيفطوا لي لي ميساج في الانستغرام في الواتساب او لك كيكتبوا لي لي كومونتير، ساره فينا هو المشروع ديالك ديال البيجامات؟ واش مابقيتيش غتجيبينا البيجامات؟ بغينا البيجامات الخريف، بغينا البيجامات المشتى. راكم عارفين تبارك الله دابا القوالب باش يدخل البرد يعني خص موديلات جداد، فانا مع الوقيته اللي كنت مريضه كنت وقفت جميع الخدمات ديالي، وقفت كل شيء باش نرتاح باش نعطي الراحه لراسي، حيت اصلا ما كنتش قادره انني نعمل حتى شي حاجه. اوكي ما عليناش، مؤخرا دابا شي 10 ايام جبت لكم موديلات جديده ديال البيجامات ديال فصل الخريف وفصل الشتاء، وشي حاجه اللي لا كاليتي ديالها طوب دي طوب. المهم غادي تجبروا النمره ديالي هنا اولا هنا ديال الواتساب، اللي بغات شي حاجه تسكريني ليا غير بيجامه اللي بغات وتواصل معايا في الواتساب ونقول ليها الاثمنه والموديلات ونعطيها جميع الموديلات اللي كاينين عندي حتى اللي ما غاديش تشوفوهم في الفيديو بطبيعه الحال. المهم قلت لكم 10 ايام باش دخلت الموديلات جدادين ديال البيجامات، ومع العيا مع ديك الستريس اللي كيبقى من بعد الكورونا باقي فيا، باقي فيا ديك العيا، ما كنقدرش نصور فيديو، ماشي زعما ما كنبغيش نصور فيديو. تخيلوا حتى تسالا وليت تقريبا كاع الموديلات، لان الاخوات كيتواصلوا معايا في الواتساب، تسالا وليت تقريبا كاع الموديلات، بقات لي واحد الكميه، ولكن تبارك الله راه كل سيمانه كندخل موديلات جديده وكل سيمانه كنجيب لكم جديد رائع جدا. بلا ما نطول عليكم في الهضره غنشارك معكم اول بيجامه، وبطبيعه الحال فضلت نشارك معكم هذا اللون حيت انا بصراحه حمقني حمقني حمقني، ولكن حيت انا حاليا كنلبس دوبل اكس ال فهذه فيها اكبر طايه هي الاكس ال. المهم راه كاين عندي حتى 4 اكس ال على حسب الموديلات وصافي. اول بيجامه هي هذه البنات، شوفوا كيفاش جات كتحمق، وعرفتوا فيها هذيك المبره اللي رطيت، عرفتوا ديك المبره ديال الحرير سميتها مبره مرايه. المهم اليدين جاوا على هذا الشكل، فيهم هنايا هاد الحمر الكرونه، المهم هاد اللون بحال الاحمر بحال الكرونه ما بينه وبين هذا، هو الشكل ديالها. شوفوا شحال كتحمق البنات، وهذا السروال ديال البيجامه، ها هو الشكل ديالو كيفاش كيجي، غزاله 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 كتحمق، ماشي زعما حيت ديالي كنشكرها، ولكن حيت حقا لا كاليتي ديالها كتحمق. نيت السروال ديالها ما جاش واسع وما جاش مزيان زعما من التحت، و الطايات فيهم الام والال والاكس ال، اكبر طايه في هاد البيجامات هادو، وراهم كيتيروا البنات. شوفوا بيجامه كتيره مزيان، هذه اول وحده البنات، ها هي اللي بغاتها ماشي حاجه تسكرينيها ليا وتصيفطها ليا في الواتساب وتواصلوا معايا في الرقم اللي كنخلي لكم. اما ثاني وحده اللي حتى انا خديت بحالها بنفس اللون غزاله، هذه كتحمق، هي مبره مرايه، يعني المبره ديال الحرير اللي كتكون رطيبه، وفيها هنا الزضيفات، وهاد الزضيفات البنات حتى الاخوات اللي كيرطعوا ولا شي حاجه ملي كتفتحوا هاد الزضيفات زعما كتيره، يعني كتفتح على المنطقه ديال الصدر. شوفوا البنات هذه كتحمق. المهم هنايا عندي الطايه دوبل اكس ال، وهذه حتى هي فيها من الام الام والال والاكس ال والدوبل اكس ال، اكبر طايه. شوفوا على الوين كيحمق، حتى هذه فيها الكري فيها الغوز بيبي وفيها هذا الوين، هذا الوين انا خديته صراحه عجبني، داكشي علاش بغيت نخليكم تشوفوا حتى نتوما. هذا الفوقاني وهذا السروال ديالها كيف ما كتشوفوا، صراحه الوين ديالها كيحمق كيحمق كيحمق. الكسوه الثالثه، المهم انا كنشارك معكم وصافي داكشي ماشي بالترتيب. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو كساوي طوالين يكونوا بثمن مناسب وفي نفس الوقت الكاليتي ديالهم تكون مزيونه، هذه البنات ديال الخريف 100% وديال البرد، يعني جات ما بارداش بزاف وماشي سخونه بزاف. الثوب ديالها ها كيفاش جا، ماشي الثوب اللي كيشرب البنات، ديجا شحال من مره كنقولها لكم ما كنجيب شي حاجه اللي كتجرب، وزعما ماشي كنشهد فراسي هاد الشهاده وانما شهاده الجميع. الحمد لله الناس اللي كيتقداو عليا دائما كيشكروا السلعه ديالي،
وغالبا ما كنخدم مع الناس اللي كيديو وكيعاودو يديو، ماشي اول مره كيديو وكيمشيو، لا بالعكس ديما لي كوموند كيجيوني من عند نفس الناس بحكم انهم كيلقاو المصداقيه فيا الحمد لله يا ربي. وبالنسبه لا ليفغيزو راه كاين في المغرب كامل، يعني في اي مدينه كنتي لا كوموند ديالك كتوصلك حتى لمدينتك. هذه في هذيك الصفيفر، راكم عارفين ما عنديش مع الصفر، ولكن هذا الصفر هذا بالضبط كيجيني ماشي مشحشح بزاف، مزيون كتجي طويله حتى لتحت ومفرفره مزيونه. ها هو الشكل ديالها البنات، والبيجامه المواليه. المهم هادشي كامل راه عندي منه كميه زعما لي لا باس بها. داكشي علاش اي وحده بغات شي حاجه راه كاين الدوبل وكاين التريبل وكاين بزاف ديال الحاجات. وهذه ديال المبراح حمقاتني ديجا تبارك الله، كان عليها اقبال كبير 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 في لي كومونت، لدرجه انه بقى ليا منها غير شي ثلاثه ديال البياسات وقيله. المهم هاد المبراح البنات اللي كتجي على حسب الضو كتبدل في اللون ديالها. هاد البيجامه هذه اللون ديالها بيستاج، وفي نفس الوقت المبره ديالها رطبه رطبه وخفيفه، وفيها هنا بحال ماشي الخطوطه هي ملي كتاديوها كتحسوا بحال فيها شي دريجات. المهم هذا السروال ديالها كيجي على هذا الشكل تال تحت، وفيه هذه السنته هذه. وهذا الفوقاني ديالها، بالنسبه لهذه فيها الطايا ام والال والاكس ال والدوبل اكس ال. هذا الفوقاني ديالها مفرفرة، عرفتوا ديك المبرة اللي كتجي رطبة 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 ومفرفرة، فيها الجويب فيها هاد الوريضة هادي. واليدين جا فيهم هاد السينتا بحال اللي كاينة في القاع ديال السروال، حتى هي فنة البنات كتحمق. هذا هو اللوين ديالها. اما دابا البنات غادي ندوز نوري ليكم احسن بيجامة حمقاتني 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 بمعنى الكلمه. انا غنوريها لكم، هي هذه كتجي 3 بياس، فيها السروال والفوقاني او البينوار حتى هو هذا الشكل هذا ديال تركيا. صراحه كنحمق على هذه الانواع، فنه 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 كتحمق والله العظيم بدون مجامله. السروال ديالها هو هذا لي طاي، فيهم كاين لي طاي كاين الالوان. مهم البيجامات اللي غيكونوا عندي الموديلات التصاور ديالهم انا غنخلي لكم هنايا صور باش تشوفوا اللوينات اللي كاينين، ولكن بالنسبه لهذه اللوانات اللي فيها ماشي كاملين فيهم طايات كبارين او لا طايات صغارين، يعني كل لون فيه بعض الطايات وبعض الطايات لا، فهمتوا كيفاش؟ المهم غير تواصلوا معايا وسقسيني على الحاجه اللي بغيتو، كيف ما كيقول المثل اللي ما شريت نزه. تواصلوا معايا وسقسيني على من ما بغيتو، انا راه الاشاره نجاوبكم على اي حاجه، على الاثمنه على لي طاي على الموديلات، وحتى الا ما جبرتوش شي حاجه نجيبها لكم. اذا كنتو باغيين شي حاجه وشفتوها وبغيتو بحالها نجيبها لكم، مرحبا على الراس والعين. كيف ما قلت لكم هذا السروال ديال البيجامه كيجي على هذا الشكل هذا من تحت مطلوق، عرفتوا فيه واحد التويب غزال 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 غزال، هو سخون في نفس الوقت مبرد، ماشي ديك السخونيه الباسله. ها هو السروال، وها هو الفوقاني ديالو. الفوقاني ديالو اي لون كان في البيجامه كيجي الفوقاني ديالو فيه الابيض بحال هكذا، والبيض ديالو غزال مبرد ديال الحرير حتى هو. صراحه كتحمق والله العظيم الا كتحمق فنه. هذا هو الفوقاني، وهذا التحتاني، وفيها حتى البينوار ديالها اللي كيجي محتار مستر كيجي طويل. المهم كيف ما قلت لكم الحاجات اللي عندي التصاور ديالهم غنخلي لكم الصور هنا. المهم ما تضحكوش عليا، انا غنقيسو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي غزال 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 غزال، كيحمق البنات فنيول. المهم هنا راه انا عندي طايه كبيره، كاينين طايات صغارين كاينين طايات متوسطين، الطايه اللي بغيتو كاينه. صراحه كيحمق كيحمق، وملي كتلبسو قدكم كيجي انيق وفيه الجيوبه، شوفوا كيفاش كيجي كيحمق البنات غزال 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 بدون مجامله وبدون لغه الخشب. ودابا غادي نوري لكم البيجامه المواليه، هذه البنات فيها طايات من الام حتى ال 4 اكس ال، الام والال والاكس ال والدوبل اكس ال وال 3 اكس ال وال 4 اكس ال، يعني حتى الا كنتي غليظه غتجي قدك. هذه فيها الكري فيها البلو مارين وفيها واحد الغوز. المهم انا غنحاول نخلي لكم كذلك شي صوره هنايا عليها. المهم
هادو البنات اللي كيبغيو شي حاجه محترمه، يا اما العيالات اللي ساكنين مع خوتهم كبارين وكيبغيو يحترموهم، اولا المراه اللي كتجبرها مجوجه وعندها وليداتها كبارين كتبغي تحترمهم، اولا اللي ساكنه مع عائله الزوج كتبغي شي حاجه محترمه. صراحه فني انا بعدا هذه عجبتني بزاف بزاف، واخا انا ما ساكنه لا مع عبوسي لا مع عائلتي، يعني ما ساكنش مع الرجال، ومع ذلك كتعجبني شي حاجه محترمه الواحد كينشر بها في البالكون. الا جات عندك شي وحده شي صاحبتك ولا شي واحد من العائله كتلبسوها محترمه كتجي طويوله، كيف ما كتشوفوا كتجي طويوله يعني محترمه بزاف، وحتى هي المبره ديالها المبره ديال المرايه يعني مبره رطبه بالحرير، وكيف ما كتشوفوا كذلك فيها الصديفات وفيها الوريده هذه صراحه مزيونه بزاف والله العظيم، زعما بدون مجامله هذه مزيونه. انا اصلا كيعجبني بحال هاد بحال هاد البيجامات كنصور بهم لي فيديو، ملي كنكون كنصور لكم الروتينات يعني شي حاجه كنصور بها، اولا كتجي واسعه شويه محترمه في نفس الوقت كتجي طويله يعني ما كتبينش الواحد معيق. هذا الفوقاني كيف ما كتشوفوا، وهذا السروال ديالها، السروال ديالها جا سامبل ومن تحت جا هيدا واسع، صراحه فنه فنه فنه، وحتى المبره ديالها رطيبه ماشي داكشي اللي في السوق، وديجا سبحان الله العظيم الاغلبيه ديال السلعه اللي كندخل الاغلبيه ديالهم ما كيتلقاوش في السوق، البنات كيفتشعيهم ما كيجبروهمش. واخر حاجه اللي غنشاركها معكم بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي اختصارا هاد الكسيوات هادو زيدي دخلي لنا منهم، صراحه كانوا تسالوا ودابا راهم ديسپونيبل. هاد الكسيوات هادو صراحه فنين 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 فنين، وبزاف البنات داوهم ورحموني عليهم لانهم ما كيشربوا ما كيقصروا ما حتى شي حاجه، واخا هما الثوب ديالهم كيبان الثوب يقدر يشرب، ولكن والله العظيم عن تجربه راه خديت حتى انا وحده في الشيبي وخديت وحده في الغوص ها كيفاش كيجيو فنين باردين البنات كيحمقوا، كيجيو طوالين حتى هما اللوين ديالهم كيحمق، شتو فيها الشيبين قطات في الكحل والوريدات في الغوز، هذا هو الشكل ديالها. المهم هادو البنات اللي كانوا طلبوهم لي وكانوا متسالاو راهم ديسپونيبل حاليا، وكذلك البنات ان شاء الله يا ربي هذا الشيء اللي بارطاجيت معكم راه كاين منه كميه زعما لا باس بها، اي وحده بغات شي حاجه تسكرينيها لي وصيفطها لي. وبصحه الاخوات اللي خداو مؤخرا لي كوموند، يلاه فيما وصلت بزاف ديال لي كوموند الامانه فريمون كلشي كيكون فرحان، هذه اهم حاجه، وكنحماق عليكم بزاف، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، بوسه كبيره ليكم والسلام عليكم.